المضرب في الشعب يالي. هذا أجمل عرض ممكن يكون. أجمل عرض. أبس ستيف مش فيديو. عم بحرقون المشاهد. فاليوم يعني الواحد لما بروح على عرض دائما بتشوف إذا الزوجة رايحة ومشترية فستان جديد حامل الفستان وإذا في رايحين على العودية وقاعة حمير رميس بتلاقيها تخلع لها. ليش إنها مشترية فستان جديد بتقول لها شريتها شوفي ها شوفي ما شاء الله عليه بينما إيش الزلمة كيف يبقى يرقص في القوة بهز حاله في القوة بهز حاله بتتغير الآية بيجيبوا غناني للصباح فخري الزلمة بيقول له مرته اقعدي إسا دور إجا فالزلمة بيصير إيش يخلع للصباح فخري إسا مرته قاعدة لحالها بتصير تقول له لك تعال 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 إجا الأكل بدها تقعدوا حدها تعال تعال بقول له إيش كيف بقول له تعال شو إيش في أكل وبخلع إيش في أكل بتقول له جاش ولك حدا باكل جاش على العريس جاي ناكل جاش طيب ماشي ماشي اي قسم من الشاشي بتعمل له صدير ولك ناشف هذا ناشف طب تعمل له جاش خادم سحابي انا باكل في البيت في خادم سحابي ما كلها دهن بتعاود بتعمل له ايش سمك انا باكل سمك ماشي اي نوع سمك اي نوع موش انا باكل لك هذا تبع برك هذا تبع طبريه انا باكله كله كوليسترول بتعود المره بتعمل له ايش هاي مقفل الغريب يعني دائما دائما الامهات انا اليوم معكم مين اللي بيجي يفيق الولد الصبح إلا مين ما حبيبي يلا قوم الله يرضى عليك يلا قوم إيشان يلا حبيبي على المدرسة إن شاء الله يلا يلا حبيبي الله يخليك عملت لك النسكافة عملت لك الشاي يا بابا حبيبي بعد 5 دقائق إذا تأخر مين بتهم الأب بتهم مين الأم دائما الأم متهمة حتى إذا في موسم البطيخ بتلاقي مثلا الأم إذا راحت اشترت بطيخة وطلعت البطيخة قرعة بتعرفيش تشتري بطيخ منين مين والولاد عليها يما حتى قال لك تشتري بطيخة انت بتهمي البطيخ ما شاء الله عليهم كلهم فلاحين في الوجه كلهم خريجين سهل البطور او مخلصين دور عند الحسين في الشبعاني فايش بتعرفيش تطبطبي بتعرف على البطيخة بتطبطب بتعرفيش تطبطبي على البطيخة إذا الزلمة اشترى بطيخة والبطيخة طلعت قرعة تعرفوا إن ضربة غششين طوالي من تهمين ضربة غششين وضر حمادي إن غششين مش معقول واليوم كيف طالب بدي يقوم صاحي وكل الليل على الفيسبوك لا متأكد؟ مش مسمي حالك مغنيش من المنطقة لايك لايك إذا واحد احنا طبينا في الفيسبوك خلقه حلو قال واحد حط واحد أظافره يتعبوا ليش؟ إنه مش مشكلة أظافره نص متر ايش؟ أو مثلا اللايك هاي أو مثلا واحد حط 17 صغير حاجب مشطوب حلقة كل واحد منظر فأجا مثلا واحد حط صورة وعين تدمع قال إيش كان تحت البارحة توفيت خالتي وين الناس هاي الكل حط هالعين مكيف ليش ما تدخلت لحد إيش نعمل هيك هيك صارت موت قشة وهيك الحمد لله ما ادري هو ابوي وقع عن سامع وكثر تطلعه وحطوا له لايك واحد قال بيسافر لبرا بيسافر لبرا وبيجيب صور كان في واحد عندنا من الحاره طلع تركيا مصور مع حمار كان كاتب ايش انا من جهه اليسار تحت السور
وايش كل كل حامل ايش طابله طابله ايش طبيه تابلت تابلت هاي للبقدونس مليح للبقدونس تابلت او يبقى حامل واحد ايباد هي عم تصور ايباد او ايفون انا شفت العوديه اهلي شو عمل حاملين ال سي دي 42 حتى بطلنا يعني خبايا الاثنين خريجات ابدعتوا باللغه العربيه جميل جدا بس ايش يعني اللغه عمال تصير رقيقه شوي رقيقه بعض الشيء فبتشوف الواحد مثلا في صبية كانت كاتبة هناك على الفيسبوك كانت كاتبة عندها قط صغير شو كاتبة؟ بستنى كل شباب العرب شو فكروا بستنى يسألوا هو وين بتستنى حتى من قر بتسألوا طيب شكرا لكم خدمة ولا الأمين